أعلنت النيابة العامة الفرنسية أن المغني المغربي سعد المجرد موقوف منذ الأحد في مركز الدرك في سان تروبي بعدما تقدمت امرأة ببلاغ ضده تتهمه فيه بالاعتداء عليها جنسيا ليلة السبت في المدينة الساحلية الجنوبية. وقالت النيابة العامة أن اعتقال المجرد الملاحق أصلا في فرنسا بدعوى واغتصاب أخرى قد جرى بناء على شكوى رفعتها ضده امرأة تتهمه فيها بارتكاب أفعال ينطبق عليها الاغتصاب، وعليه فقد تم توقيفه على ذمة التحقيق لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد. في حين أوضحت مصادر فرنسية أن المغني الشاب قام ليلة السبت بعد سهرة ماجنة باستدراج فتاة إلى غرفة نومه بأحد الفنادق من أجل الحديث معها قبل أن يتطور الأمر إلى تعنيف واغتصاب. كما أضافت ذات المصادر أن الفتاة خرجت من الغرفة بعد تعرضها للاعتداء ضربا تحت تأثير المخدرات وتوجهت صوب مقر الشرطة مقدمة شكاية في الحادثة حيث تحرك الأمنيون صوب الفندق. إلى ذلك نفت نزهة الركراكي والدة الفنان سعد المجرد اعتقال ابنها في فرنسا قائلة بنبرة غاضبة: ما كاين والو. أما والده فقد أفاد بأنه حاول الاتصال بابنه هاتفيا دون رد متمنيا أن يكون بخير. أما مدير أعمال المغني الشاب رضوان بوزيد فقد رفض بشكل عام من الحديث عن الموضوع.